سؤال assignment chapter 22 بيقول the figure shows two concentric conducting thin spherical shells sphere A of radius RA equals 27 سنتيمتر اللي هي ال outer sphere and a total charge QA 16 نانو كولوم 16 times 10 to the power negative 9 sphere B of radius 9 سنتيمتر ال inner sphere and a total charge QB equals 7 times 10 to the power negative 9 كولوم. يبقى الـ both charges are positives. لو جمعنا هنجمع القيم. لو كانت واحدة فيهم نيجاتيف نجمع بإشارتها لما نحسب الفلكس لأن السؤال عن الفلكس. في الـ part A the net electric flux can be calculated using the formula number. بيقول لك refer to the, formula sheet for formula number. طبعا اللي عنده الشيت يفتحه لان ممكن ترتيب الشيت تكون مختلفة ممكن من سيكشن لسيكشن الدكتور يكون حاططهم يعني بأرقام خلاف لذلك انا هكتبها وانت شوف الشيت اللي عندك الفلكس بيساوي الكيو هتلاقي كلمة enclosed او inside حسب دكتورة كتبها ازاي كيو inside تقسيم الإبسلون نوت يبقى دور على الفورمولا دي وشوف رقمها كم واكتبه في البوكس بارت بي بيقول الفلكس 1 اللي هو النت إلكتريك فلكس through the spherical surface of radius R equals 18 سنتيمتر from the center of the sphere is given by 18 سنتيمتر يعني أكبر من الـ 9 أكبر من R B وأقل من الـ RA هنا كده 18 سنتيمتر الـ RB 9 سنتيمتر الـ RA 27 سنتيمتر مع الاعتذار للسكيل مفيش سكيل في السؤال لكن نقول إن الـ 18 أكبر شوية من الـ 9 أو أكبر شويتين ضعفه معنى كده هيحوي داخله الكيو بي فقط اما الكيو بره فتبقى للفورمولا قلنا الكيو انسايد على الابسلون نوت مين الانسايد فقط الكيو بي فالكيو بي اللي هي 7 تايمز 10 تو ذا باور نيجاتيف 9 مفيش غيرها هو هنا في النص جمع الاثنين وفي على اليسار استخدم الكيو اي طبعا احنا هنستخدم فقط الكيو بي على الابسلون نوت فالصحيح هو اني هنستخدم الكيو انسايد اللي هي الكيو بي قال لي احسبها فهنعمل ايه هنضرب الفاي 1 مش هضرب بقى هقسم هقول 7 انا قدام الاله اهو 7 تايمز نيجاتيف 9 تقسيم 8.85 تايمز 10 تو ذا باور نيجاتيف 12 اداني الناتج 791 طبعا وحدتها هو بيسألني عنها طبعا وحدتها نيوتن متر سكوير بير كولوم بيقول what is the SI unit of the electric flux احنا عارفين او نعرف دلوقتي اهو ان الفلكس بيساوي ال E في ال A في كوساين الثيتا ال E نيوتن بير كولوم الاريا متر سكوير والكوساين ثيتا نن او نقول ان الكوساين ليه قيمة ولكن ملوش يونت في الاس اي يعني ممكن نقول عليه يونت لس فالوحدة الكلية هتكون نيوتن او اليونت الكلي نيوتن متر سكوير بير كولوم ندور عليها نلاقيها اول واحده نيوتن متر سكوير بير كولوم بيقول لي كالكوليت اي 2 ذا ماجنيتيود اوف ذا الكتريك فيلد ات ار ايكوالز 52 سنتيمتر يعني بره التو سفيرز يعني يحوي داخله التو سفيرز لان واحده 9 واحده 27 ال 52 اكبر فروم ذا سنتر اوف ذا سفير هنستخدم نفس الايكويشن اللي لسه كاتبها الفاي
flux equals E في الـ A. احنا عايزين نحسب الـ A كوساين ثيتا. ودايما لما ندرس السفير يبقى خطوط الالكتريك فيلد طلع عمودية عليه، يعني الثيتا equals zero بين متجه الـ A الاريا ومتجه الـ E زاوية زيرو، فكوساين الزيرو بون. وبالتالي الفلكس اللي هو 791 اللي حسبناه هيساوي الـ E المطلوب الاريا، هي اريا سيرفس اريا للسفير، يعني 4 باي ار سكوير. ما ننساش مش باي ار سكوير، باي ار سكوير للسيركل. طيب يساوي ايه بقى دلوقتي؟ عندنا الـ E مطلوبة والـ R قال لي هو ان 0.52 متر، لان 52 سنتيمتر ما تقسمها على 100 تبقى 0.52 متر. هقول E 4π.52 سكوير. بقى الرقم اللي حسبته اقسمه على 4π واقسمه على 0.52 واربع الـ 0.52 طلع معايا 233. إذن الـ E equals 233. مضطر أكتب الوحدة نيوتن بير كولوم، ولكن هو رجع سألني عليها تاني في البارت F، بيقول لي إيه هو what is the SI unit of the electric field اللي هو نيوتن بير كولوم. طب نيوتن متر سكوير بير كولوم، لا ده للفلكس، أما نيوتن على كولوم متر سكوير لا ده مش موجود عندنا في المنهج.